الحب مؤذي، وعشان كده نفتح مع حضراتكم أولى الفقرات. مقالي وما قالوا مدرب الأهلي الجديد. أما ما قالوا فهو اليومين اللي فاتوا كتير جدا عن فايلر وعلاقته بالأهلي، وأما الحقيقة فالعاشرة صباح الخميس بعد غد أو الخميس القادم إن شاء الله يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا مهما لحسم كل الأمور على طاولة مجلس الإدارة. ده بالنسبة للمدير الفني أو مدرب الأهلي الجديد. لكن المغرمين ادوا لك إحساس تاني. ادوني إحساس إيه بقى؟ عمالين يتكلموا وكل واحد فيهم له وجهة نظر يتصور إن الأهلي ملتزم إنه يحققها له. يعني ليه ما يكونش فيه شفافية؟ تبقى ما فيش إدارة. لو كنت هناقش معاك أفكاري قبل ما تتحول إلى قرارات. ده الفهم بتاع الشفافية. الشفافية مش إن أنا أقعد أفكر معاك بصوت عالي على الملأ. لا المفاوضات بتدار من خلال الوسائل الإعلام، ولا الاستراتيجيات بتتبني بمشاركة الرأي العام. ما فيش حاجة اسمها كده، وإلا يبقى الإدارة تستنى تشوف الاتجاه الأغلب في الرأي العام وتروح معاه. ويبقى الشباك عايز كده. نظرية الشباك عايز كده دي نظرية خطيرة، لأن انت في الأول وفي الآخر انت اللي بتشكل وعي الشباك. لا، ما هو الشباك عايز ايه؟ ما هو والناس بتشتكي من أفلام المقاولات لأنها ماشية مع الشباك عايز كده. لكن لما تكون انت ليك دور ورائد وقائد تشتغل بطريقة الأهلي اللي اتبنى عليها. انه بيشتغل للصالح العام في حجرات مغلقة، لا يدري أحد كيف يحدث الحوار، ولكن الكل يعرف ساعة ما يصدر القرار ويساند القرار بصرف النظر عن قناعاته. لأن احنا لو مشينا وراء قناعات بعضنا أو كلنا هنكد إن مفيش اتفاق. مفيش اتفاق، هتروح مع مين ضد مين؟ فالأحسن إنك تحب الأهلي كما وجدته وكما شفته، إنه هو بيحقق الريادة على مستوى العالم من منظور تاريخي ومتجذر بأسلوب إدارة رائد وحريص على قيم وتقاليد النادي الأهلي. مش أن أنا طول النهار أضغط على إدارته اعملوا 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 أو إزاي ما عملتوش.